مبروك يا مدام منى. ميرسي يا نعم. مبروك يا سمير بيه. الله يبارك فيكي. مبروك يا حبيبتي. مبروك يا حبيبي. قولي بقى يا حياتي، هتطلع معايا ولا هتروح لمراتك مديحه؟ اصلها صغنونه وبتخاف كده. يا حبيبتي عاوز انا اسيبك واروح في ليله العمر؟ انا كنت بس بسالك. لا يا حبيبتي انا هطلع معاكي، وهي تعمل اللي هي عايزاه. واقول لك على حاجه كمان، احنا هنقضي الهانيمون بتاعنا في اجمل مكان في العالم، بس انا هسيب حبيبتي بقى هي اللي تظبط لنا البروجرام. يا حياتي يعني انت الليله دي معايا؟ طبعا يا عمري. انت اللي عمري. المأذون اللي لسه خارج ده؟ مش مأذون. وسمير بيه جوه؟ شكرا. يا حاج سمير بيه موجود في الفيلا جوه دلوقتي. اه، والفيلا ما فيهاش حد غير الناس اللي شغالين فيها. وفي مأذون لسه خارج من شويه. مأذون؟ وسمير لسه جوه؟ طب خليك مستني عندك قدام الباب، ما تتحركش، ولو خرج تمشي وراه وتشوفه لي راح فين. خير يا حاج؟ في حاجة؟ ربنا يستر. بشوف مديحة. الحاج الذي طلبته غير متاح. تليفونها مقفول. ألو. سلام ورحمة الله، ازيك يا حاج؟ دلوقتي؟ حاضر، مسافة السكة. حاج فتحي كرامة عايزني. إن شاء الله خير يا رب. إن شاء الله. أنت طبعًا فاكر المزاد اللي أنا كنت قلت لك عليه. آه طبعًا. أنا دخلت وخدته، بس مش هو ده المهم. عرفت وأنا هناك إن سمير جوز مديحة هو العضو المنتدب، وعرض عليا نصيب مديحة واشتريته، وعرفت كل حاجة اتباعت لمين وفين، واتفقت إن أنا أخدها. حلال عليك يا حاج، ربنا يبارك لك فيها. هو إيه الحلال عليا يا إبراهيم؟ هو أنا داخل عشان أكسب ولا أستاذ صيدة؟ اللي ما عملتها طول عمري أجي أعملها مع أعز الناس ليا؟ طب ورحمة ابني اللي مات بين إيديا دول؟ لو كانوا طلبوا مني الطقطقين كنت دفعت عشان اخدها، ولا اسيب شقه عمر اخويا وصاحبي وحبيبي يطلع براه؟ ايوه يا حاج، بس انت عارف انا ما اقدرش اخد الحاجات دي. يعني عارف ان انت مش هتاخد حاجه غير لما تدفع ثمنها. حاجتك اهي قدامك، وفلوسها امانه عندك، تدفعها وقت ما تحب، اذا كان لينا عمر، واذا ما كانش بقى انا مسامحك يا ابراهيم، والله مسامحك من قلبي. ايوه يا ام حسن، هي مديحه قافله تليفونها ليه؟ مديحه موجوده بس حالتها مش كويسه، وانا مش عارف اعمل بقى ايه. الحقني يا حاج الحقني. حاضر حاضر يا حاج، هنزل حالا اجيبها. لا لا، حالا هنزل اخد عربيتي واروح لها، ما تقلقش انت بس. حاضر حاضر، مع السلامه. مادي وحشتيني. عامله ايه؟ الحمد لله. امال بابا فين؟ لسه ما جاش. طب انا هطلع استناه فوق. يلا حبيبتي تصحي. يلا انا هطلع معاكي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا جبتي مديحة؟
ايوه جبتها وطلعت فوق تسترق في اوضتها. ناوي تعمل ايه؟ هصلح الغلطه اللي انا عملتها. سيبينا شوية يا سلوى. حاضر بعد إذنك. مالك يا بابا؟ في إيه؟ عايز أتكلم معاكي بخصوص جوزك. ماله سمير؟ انتي عملتي له توكيل يا حبيبتي. ايوه يا بابا. واخواتك كمان عملوا له توكيل. اللي انا كنت متوقعه من زمان حصل يا حبيبتي. الرأي بتاعي اللي انتي كنت ضده يعني وما كنتيش موافقة عليه هو باع نصيبك وبيبيع في أنصبة اخواتك وتقريبا قرب يصفي المجموعة. صفى المجموعة ازاي يعني؟ مش هي دي المشكلة يا حبيبتي. انت عارفة طبعا انت نور عيني من بين اخواتك كلهم. المشكلة انه باع الحاجات دي لحساب واحدة ست تانية قد امه وهو دلوقتي بايت عندها بعد ما اتجوزها. أنا شخصياً مش شايف لك معاها عيش تاني، لكن برضو اللي انت هتقوليه هعمله. طلقني منه يا بابا، عايزة اتطلق. حاضر. ايه ده؟ انت مين جابك هنا؟ حاج ابراهيم الطيب. الحاج ابراهيم الطيب منعني من دخول الشقه بتاعتي دي. اولا التعليمات اللي عندي كده، ثانيا حضرتك معكش مفتاح الشقه. لا والله. امال ده ايه؟ ده مفتاح الشقه اللي هي بتاعتي. اتفضل من هنا يا بيه، مش عايز مشاكل قدام بيتي بدل ما اكلم لك البوليس. زي ما قلت لحضرتك، انت معكش مفتاح الشقه.